السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي استاذ محمد، انه في بعض الجهات اوريدي يعني فعلا بتقدم خدمات الكترونيه، بتقدم الخدمات دي تسهيلا على المواطنين. هل هذه الخطوه ستتوسع بحيث انه فعلا مصر تدخل عصر الدفع الالكتروني، انه ينتهي الدفع الكاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البدايه طبعا في خطوات جاده من الحكومه المصريه ومن وزاره الماليه، طبعا بتدخل اساسا في اطار الشمول المالي. حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم عن الشمول المالي، والشمول المالي ببساطه ان جميع افراد شمول، يعني يشمل هذا النظام جميع افراد المجتمع، ان الناس تقدر تتعامل مع القطاع المصرفي. حضرتك دلوقتي نسبه المواطنين المصريين اللي بيتعاملوا مع القطاع المصرفي يعني مش عاليه جدا. مش عالي. الشمول المالي يعني ان انا اقدم، او المصارف او البنوك تبدا ان هي تقدم خدمات، وخدمات غير الاقراض والاقتراض، وخدمات للمراه، وخدمات للتامين، وخدمات ما الى ذلك، فيبدا ان الناس تبدا تستخدم الوسائل المصرفيه، واللي بالتاكيد اولاها هي الوسائل الالكترونيه. ان انا ببساطه جدا يبقى معايا بطاقه احملها ATM، اقدر اتعامل بيها وابدا اسدد بيها جميع المستحقات اللي عليا للحكومه بطريقه الكترونيه. طبعا انت حضرتك بدات بدايه جيده جدا، ان انا المواطن انا من الحلقه دي محتاج ان هو يبدا يعرف ايه المزايا للتعامل الالكتروني. اكيد الدوله مش هتستثمر وتصرف، يعني وتصرف مبالغ كبيره وضخمه، لان دي استثمارات طبعا ضخمه، دي نظم عالميه. وحضرتك يعني لما بنيجي نقول تقدم الامم، ازاي هنقيس تقدم دوله او تقدم امه؟ بنقيسها بقدرتها على تنفيذ وتنظيم نظم عالميه. فحضرتك دلوقتي في البدايه قلت في مصاف في الدول المتقدمه، يبقى انا بشتغل وبستثمر عشان اطبق نظام، النظام ده بيديني نقول بقى حاجه اكبر واوسع، وهي الشمول المالي، وحاجه اكبر اصلاح اقتصادي، لان انا عندي ادوات للاصلاح الاقتصادي. الخبراء العالميين الاقتصاديين طبعا لما جم اتكلموا بيقولوا ان ازاي الدول تتقدم ونحكم عليها في تقدمها، احنا بنستبشر خير، ودلوقتي مصر بتقفز خطوات جيده، والتصنيفات دي مش احنا اللي بنصنفها في مصر، لا دي منظمات دوليه زي البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وما الى ذلك، بدأوا يرفعوا تقدمنا الاقتصادي بشكل كبير وبشكل ملحوظ. ليه؟ لأن احنا بدأنا نأخذ بأدوات ومقومات الإصلاح الاقتصادي، وهي معروفة زي الخزانة الموحد، حساب الخزانة الموحد اللي اشتغلنا فيه شغل كبير جدا، وأنا هبينه لحضرتك. جميل. الغينا استغنينا عن 61,000 حساب للجهات الحكومية، واستبدلناها بحساب واحد فقط للحكومة، هو يتعامل مع البنك المركزي. جميل. حضرتك بنتكلم عن شركات بدأت تظهر وبدأت تشتغل، دي رئة، دي رئات هتساعدني في طيب جميل جدا.